اللي صراحة فقدنا ابن مدينة بركان، فقدنا واحد الابن مبار اللي كان شرف مدينة بركان، لا في داخل الملاعب ولا من خلال يعني الإقامة ديالو في مدينة الرباط، كان خير سافي لمدينة بركان، شرفنا وكان نعم السند ونعم الأخ ونعم الرفيق لكثير من ساكنة بركان والإقليم اللي كانوا يمشيوا للرباط وكانوا يتلقوا الدعم المادي والمعنوي. يعني كانت واحد الشقة كان دايرها كاع الساكنة ديال الإقليم وربما حتى المدن المجاورة كانوا يمشيوا لتما، كانوا ياكلوا، كانوا يشربوا، كانوا يساعدوا في الدخول إلى المستشفيات. الناس اللي كانت تمشي للسويسي كانت تمشي للمستشفيات ديال مدينة الرباط كان يساعدهم، كان يعاونهم ماديا. يعني صراحة العزاء ديالنا عزاء كبير. المصاب ديالنا جلال كان نقولها انا وانا الجار ديال القدر البرازي، انني فقدت الاخ ديالي، فقدت واحد الانسان اللي ما نقدرش انا نقدر نعوضوه. ونتمنى انا جميع الرياضيين ديال مدينه بركان ان يكونوا بحال القدر البرازي، يمثلونا خير مثال. وتحيه نضاليه لجميع الرياضيين. شكرا. بهالمناسبه كنشكر جميع الناس اللي جاوا في الجنازه ديال القائد البرازي، من الطاوسي، النيبات، يعني لاعبين دوليين، اطور كبيره جات حضرت الجنازه ديال القائد البرازي. وهذا دليل ان القائد البرازي كانت عنده واحد المعزه خاصه في القلوب ديالهم. القائد البرازي اللي يعني هذه مده اللي اعتزل الرياضه، ولكن كل الرياضيين كانوا كيحبوه، كانوا كيقدروه. كنشكر المولوديه الوجديه اللي جات وحضرت في الجنازه بها بالمكتب المسير ديالها، وهذا دليل على اننا كما نقولوا اخوه في كل شيء، اخوه في الافراح، اخوه في الاحزان. كنشكر يعني اللاعبين ديال الجيش الملكي، كنشكر يعني الجمهور ديال الجيش الملكي، الجمهور ديال المنتخب اللي جا وحضر في الجنازه. كنشكر جميع ساكن اقليم بركان اللي حضروا في هذه الجنازه هذه. يعني التعبير يخونوني، ما تلاقيت ما نقول لكم. يعني بقدر البرازي خمسة بقدر البرازي يعني واحد الشخصيه، ما جيناش نجاملوه ولا جينا اننا نكسبوا التعاطف ديال الجماهير، ولكن جينا نقولوا كلمه حق. فبقدر البرازي انا شخصيا ماشي غير هو، ولكن رشيد، فوزي، منير، كل الاخوه ديال كاع الجيران ديال بقدر البرازي حسوا بانهم فقدوا واحد الشخص اللي صراحه كان ماشي اخ، ولكن كان واحد الرمز ديال ساكنه بركان، انه استطاع انه يوصل اسم بركان لواحد المكانه كبيره. صعيب ان نتلقى بحال القائد البرازي، وانا لله وانا اليه راجعون، والعزاء ديالنا واحد. وبهذا الاخر كنقول لكم يعني نطلبوا ربي يدخلوا للجنه ويرحموا وجعل متوال الجنه ويرحم كاع العائله ديالو. السلام وختام، الله يرحم والديك.